بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الخميس 24 فبراير 2022 من جوه معبد لقصر فوق الحفاير البعثة المصرية بعد إزالة بيت توفيق أندراوس. أعمال الحفائر أصفرت عن حاجات رائعة جدا، منها أول حاجة اللوحة الجميلة دي. اللوحة دي لوحة نادرة جدا جدا جدا. هنا عندنا الملك تحتمس 4، هنا الملك أمنحوتب 2. ايه النادر؟ انه لأول مرة في لوحة بتجمع ما بين الملك أمنحوتب 2 وتحتمس 4. الخرطوش بتاعه واضح هنا، وهو في منظر تقدمة قرابين. تحتمس 4 ماسك العيش، بيقدم عيش. هنا الملك أمنحوتب 2 في ايده الشمال بيقدم البخور، الايد التانية بيصب المية. قدام الاله أمون بالرشتين القاعد على كرسي العرش. من المعروف ان الملك أمنحوتب 2 حكم تقريبا 26 سنة. ما زالت اعمال الحفائر، اتلقى اواني تقدمة قرابين، تلاقى لوحة جميلة جدا من الفترة البطلمية. اغلب الظن ده الملك بطلميوس، ممكن يكون 3 مكتوب عليه هنا يورجيتيس. مصحن من الجرانيت، تلاقى كمية كبيرة جدا من القمح، قمح. والمهم ان تلاقى برضو العدس. نيجي نختم اليوم بالكشف الاثري المهم جدا، الا وهي نقدر نقول مائدة قرابين. مائدة قرابين دي اعيد استخدامها، كانت عبارة عن عتب علوي لمدخل، مدخل مقصورة او مدخل معبد. اتكسر الجزء الزيادة اللي فيها، ثم تبقى هنا اللي اعيد استخدامه، اتعمل كحوض. وليكن هات سعد كده، ادي المنظر اللي احنا بنتخيله. دي الزلعة اللي كان فيها حاجة سائلة، قد يكون لبن، قد يكون مية، قد يكون اي حاجة من الكلام ده. تتجمع فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مستمرين في اعمال الحفائر داخل معبد الاقصر. بعد إزالة بيت يس أندراوس ظهر سيتلمنت، ظهر بيت يرجع للفترة الرومانية، وتأرخ الكلام ده من الفخار. البيت كان هنا دور تاني، ثم ده الدور الأرضي. لما نشوف هنا السقف، السقف المقبي، ثم هنا السلالم اللي بتنزل على البدروم من تحت. آدي السلالم، أعمال الحفائر لم تنتهي. هنا هنستأنف أعمال الحفائر وندخل تحت السقف المقبي. بس قبل كده لازم هنعمل عملية تدعيم للطوب اللبن. هنا في مدخل بيؤدي إلى غرفة تانية، واضح تماما إنها لم تمس من قبل، الحمد لله. في الفخار الروماني واضح كويس جدا، يعني هنتكلم في خلال شهر بإذن الله تعالى أعمال الحفائر هتسفر عن العديد من المفاجآت في المكان ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا موجودين في الحفائر البعثة المصرية داخل معبد الأقصر. قدامنا كشف جديد. الكشف الجديد ده عبارة عن فرن. عايز تقول يا فندم؟ فرن هنا ما ظهرش معانا في أي مكان ده. في عمق 4 متر تقريبا، والقواه بتاعته حضرتك لو ركزنا فيها تقريبا 180 سم أو 190 سم تقريبا.
وهنا يدل انه ده يستخدم حاجة يعني ده. يا سعد زي ما قال الدكتور فتحي دي اول مره يظهر معانا فرن بهذا الشكل في صعيد مصر. النموذج اللي ظهر قبل كده تم العثور عليه على نموذج مشابه في وسط الدلتا وفي سينا في حفاير البعثه المصريه في سيناء. خارج مصر تم العثور على افران في تركيا في صقلية وفي ايطاليا وفي بلاد اليونان، او بمعنى صح في المكان المساحه اللي كانت عباره عن الدوله الرومانيه مسيطره عليها في تلك الفتره. طب يا عربي عشان ايه البير ده؟ عشان ايه الفرن ده؟ اللي واضح لحضرتك من ضخامه ايه؟ واضح من الضخامه بتاعت الفرن القدر الكبير جدا في المستشفى في الفتره اللي كانت تستخدم درجه حرق عاليه جدا مرتفع، فده واضح جدا من تغير لون اللبن احمر جامد جدا، ده نسبه حرق مرتفعه، عشان كده نقدر نقول انها كانت تستخدم في الزجاج والحاجات المعادن، عشان كده درجه الحراره مرتفعه جدا فيها واضح جدا. تضيف ايه يا احمد؟ حضرتك ان وافق رايي مع الاستاذ احمد عربي بخصوص ان الفرن دي مخصصه للزجاج بناء على المقالات اللي ذكرت المقال اللي ذكرت اللي اتكلم عليه الاستاذ سعد في الاماكن المختلفه اللي زوروها قبل كده، وجايز ممكن نقول انه كانت لصب المعادن باستخدام. هل تلاقيت اي بقايا معادن او زجاج هنا؟ فيها الرماد اللي احنا فكرناه وغطيناه بما فيه بس بقايا من السلاج اللي غنزل منها ورماد بس، لكن لما مثل مهم جدا إضافة علمية أثرية في منتهى الأهمية في بيت بقايا بيت ياسة، فرن رائع الحقيقة. لما نتكلم على 4 متر وبنتكلم على 2 متر قطر ونتكلم على مكان اللي كان بين